وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة دائرة الوقاية كشفت عن تحرك لكشف أملاك تخص رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي في إجراء أول من نوعه. وحسب الوثيقة فإن التحرك يشمل الحلبوسي وزوجتيه عن عقارات وحسابات مصرفية في بيلاروسيا والأردن. الوثيقة كانت خطاب سري إلى مكتب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يطلبون معلومات عن أملاك السيد الحلبوسي وزوجتيه، طالبين منهم فيما لو كان السيد الحلبوسي وزوجتيه يملكون عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا أم لا. أول ما أخذ على هذا الخطاب إنه سري، فشلون تسرب لوسائل الإعلام؟ بعدين اختيار التوقيت المقترب والمقترن بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة فتح المجال للتشكيك بنوايا التسقيط السياسي من هذا الإشهار، أما إذا ثبت بطلانه فإنه يدخل في حيز التشهير، لا سيما وأنه أغلب الصفوة السياسية عندها غنى فاحش بل وفاحش جدا قياسا لما كانوا يملكوه قبل تسلمهم لمناصبهم. عمي انتوا ليش تعبون نفسكم وتروحون المكتب غسل اموال؟ الله كفيلكم 3 ارباع اذا مو 90% من الراكبين جي كلاسات ويتعيقلون بيها على الناس كانوا قبل المناصب حفاة عراة ما اقتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. هسه بقت على السيد الحلبوسي بل وحتى زوجته، مو العدالة لو تصير جامعة فتكون نافعة، لو تصير تابعة فتتحول إلى فاجعة.